السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح طريقة البلد، تغيير البلد في اليوتيوب. الطريقة هعطيكم هي على الايفون من تطبيق اليوتيوب على الايفون، وبعطيكم اياها من الصفحة الرسمية لليوتيوب على الكمبيوتر. ندخل على تطبيق اليوتيوب، بعدين بنضغط هنا اعدادات، الدائرة اللي فوق على اليمين بيظهر لنا هذه الاعدادات، بعدين ننزل لكارنت لوكيشن. هذا هو طبعا انا حاطه عالمي اللي هو اول خيار، اللي هو تقريبا يعني ما يجيب لك من بلد محدده. تقدر تختار ان كان انت في السعوديه تختار السعوديه، ان كان انت في اي بلد اختار البلد المناسب لك. طيب هذا طريقه الايفون. نشوف الطريقه الثانيه من طريق الويب سايت نفسه. تدخل على صفحه اليوتيوب وبتنزل اخر شيء، بيطلع لك هنا اللغة، تقدر تغير اللغة، وبيطلع لك هنا البلد، تقدر تختار البلد اللي تحتاجها. هنا الأمان بالنسبة إن كان يستخدم الكمبيوتر عندك أطفال أو شيء، تسوي له تشغيل أو إيقاف عشان يجيب لك أي مقطع على اليوتيوب. هنا في تشغيل وهنا في إيقاف، تسوي حفظ وبيحفظ لك إياه. هذا هو كل شيء. أتمنى منكم سبسكرايب.